بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحربينا أن كتشوا أبو سؤال كان يتحلى مع الإسوي دي ويقول ما هن قرآن كريم سيرو دقنا لبعنا هستيه يا رأي كلية يوروبيا نورث أمريكا إن ما بدنا بنحيلنا عن القرآن كي كريم بن. ويدا له ويجتاع. وأنا في اللي جاينا نحط كوه دوب شال كحد لي والدين دكوي لي. إلنا هي الصومالية بر. سي القرآن كأو كران. هاي لي حرفها صومالية يا حرفها عربي هو سودا بينا ما اسمه دابا. سي هذا رد ديت نرجع الصومالية قلنا. حلا غيا وإن سن دبنين عيني خاء يقاف يا غيني. لكن دوسنا قولين إنه عين كنا أو أخرية هذا أنا هكذا الحمد لله بالآل من أخرية لكن سك الصباح هات سؤال ده الله بتو معلم بعطاي إنما القرآن الكريم بالوك يعني صباح القرآن الكريم تان كل عام تروي بدن كرتا ترى كيني كرتا عرب علي بكيني كرا أقدرنا وكيني كرتا مركع سؤال شوي تربطني مح سيف وقرا قرآن وضنا قرآن تكرم ماشى كل عرشة مايا المها وحجر وحياله وبناء هذا مخاطر تكسين هاي كارتان كا مسكح بديدا فهم كا وحياله بقى مخاطر تكسنا وبناء هذا كل دوين هين وأنا أنا لباء الموضوع سهل كفتها صارب نبدأ بعد سوى تا نعقل يسوى تا نقول سوى تا نبى كارتان يسوي دوس بلاي هاي أوكي المهاني حرفها ما بك حرفها بدن كله لكن وحي وبرنا يا سيدة ردد حادي وآخرنا يا لقها خاد القاف خاد غيا ضاد يدال يضاء مكر يقانو مع قاب يا مايا وحنخد دال يا تبرت انت أبا وعلنا يا وعلنا يا وهرنا وأوضيا لعل الله إله سبحانه وتعالى أفره لكن حدا ماشي كوع علي سيد او قران كنوعو او يا ماشي كوع علي سواي دبتي وحنا وين صار منافر منافر واحد دحا قف دين كبريا كعيرشا منافق ما هن يا يلا هو خلطان النبي صلى الله عليه وسلم نين دات صلاه كو ديري كو يري ما فينا وضعت هذاك حدا كو داريس معناه واحد راه ما كو دحايو ارضي خفيها كرسينين لكن ما عرفناي المسي لو علنا هي أو معلومة تقول كأعد كارين ورحنا بنعيبه مرح وافيرنا الساعة حواش الساعة حال كيسة تبرت الساعة إنه وحي ويسير خطأ إني طبيعي عادي ولا شيء عربي الساعة طاي ما عرب لا خوي بوحان معلم بقى ليش شيء إنه عارف خوي عارف خوي أقف ده مرح عارف وعرب لا إلى صو ليو كي قانا ألف إنه يهاي لكن أقف بدأ معلم أرد أجيبه أقف ده هاي هو قرا خوي تو قرا عيب وريا حرائن عربك يقلبي يقرأ ما قلبي وجود أصلاً مركع وعن كبر ضوئي تهاي وعن فيرني نا وودي سنتلاقي تعلم جاي يسوع حص ما يني يسير يلا خي يلاين ساعة دراد دينا مخو أتخينيس قرأ وصوان إذا حاد ما كره خاد أنا ما كره قاف أنا ما كره هرا وصع بر محايا ري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى القرآن قل نفنا إلى هيك وما كلفن وما ضرن وما قصبن وأسأودنن هي المأوده فقال المأوده ما قصاص القرآن هو ذي ساعة وأنا نود ذلك ساعة وحارنا إنه أهراء كريشين وديبك كرايو بطيب سياب لو علني قارقود ويه كرام لكن ويه المام جاب كتب وضيع ما أنتوا أخرين الحمد بريء الحمد كله ما كنا دشيت هو قيس المايع محطة معلم مربي تربية يع نحريس والد وعلين ثادنا ولا شلون هو شيء ما يع سيس هلا وليه كرتا ويو إن عاد وش تريد حرفها صبر عسكري كل عليو لكن مربو أنا وعلي صدق وشكت هذول حنا خسرين وحبر الشيء حنا واخر صارنا اسمه المقران نرد حنا واخر مات لما ربوا واحد كوع وسؤال إذا بطلع مركز سنة إسوام مرتاح معلم بقى إنه يجي يو وكسر على الشيء ها ويحرفها سبعة وكره هي حرفها سبعة وكره القرآن كسر على اسم الدعوة يسوع القرآن هو أسقاط ميت
بقرة أخبارك كرتا دو مرايو إلمها سوء لسنة نيدا خشبس ما توقت سؤال خلعت إلمها معلم جايو وكل سوء لشوف القرآن خصيح المامين معلم كاس قرانتي ما نصينا يا إنا إلمها بري قرآن كهلمامين ما يا ما كل سوء لكرمك محايا ري نيدو خشبس هذا معلم كايري والد كاس والد مسكين أويا إلمها هاقا أضي بري كوكو صحريا أنا يا معلم وكاتا جينا هذا المهن نيد خدي بالسوق وابغى لوسو عشو برضه خدي معايا أنا هني يدا خدي معايا حالكم حلو جاي الماء قوان لوسو عشو حلا الله صلاة أدوه الماء منا نغديك خبرنا إن شاء الله هذا صو مرة يا قصنا على الله عم جرى وسو عريسي بريم ربو قصنا على مرة عم هذا ما يقعنو دم سو عيلة من هذا حالكم حلو حال ما دل كان حلا حين سو عريتان كان حلا حين دي على كورونا يا هاي قيلان حلا حين هذا الحلمة معناه إذا ما هن إذا ما يعني عقاب عند قرط بيسمين قرط بيسمين كران قرط كون عقاب أندلنا الحين قرآن لوسع شاهم بالله شروع لديك سدو إنه وحي هلا وحي ويان لكن بالله عليك عنو صوم مرة حيي يوروبي أمريكا إنه كنا هالجزء بطبعا فوق على طرف سنة جزء عمو صار مي معلم اللوجي ولا هذا كافرون تود كافرون بخلدي بس إن غير عشيق إنه ما ما أوصل بلاوينا كافرون ميغانو يقعدون الناس ما بلاوينا ما على هالسوء علمين دي علوا وادم نفط نيدا هجبس هو يدك كي يشعر وهو يخلدن أبي كي يرى خد رأيه وغير مسؤولين ويا ما هي لا يجع الله جهر وين نه معلم في عنو دورا إما قران صبرا معلمين تما شغل ما شغل قبطان وتربان لكن إما قران بريطانك إد وبدر بطل والدك وهذا شغلة محيطها شغلة واحدة هاي إن كو هو بيصه معالج المين يتفهمين كو لبو عنو جاي قرآن كي ويقعنه خرم الله سبحانه وتعالى وسعش إن هو بيصلى الله يعني وسع ليار معها لبو عنو جاي هي كهذا ما بحث معالج ما كنت استجرى يا أو مو مو يدسع معالج هو مشغول الله إنه الماما الغيابة ربع خد حق الضمان الغيابة إنه في رواية قرآن الغيابة عدو عنو جاي هاي ما في رسالة عنو جاي ما لصعتها صدق حضيت على معلك ما سهم ويان عارف ما يساه المعلق صفنا نو معلك واحد لنا خير الله وسيب معلك رأو جيني ويا هبارية هما هبارية هما هبارية اللي معلق سهم ويان معلك تلو جينا فهمية يا الله ضرنا يا المع معلك مايا معلك واحد لنا هاي أضع أضرنا يس معلك شبح وقولي خلاص دعوة دي معلك فتحها صمر دي خلاص هذا ما شكل لكن عمل معلك واحد كتير نج ما كودي كرو ويا هبار معناك باه معناك ما هباران فمعناتها عيننا تاس واقف الجاتو يودي على الكوره هي معناته واحده لاقيها من سيفه خرف هدي معناك مش فاهم ويان معناك كلام غيرنا هدي مدرسو معلم بدن قبطو معلم فرح اللي بدل معلم لو غينيا هدي اسم معلم انت وبنينا هل معلم هنا يفهم ويانا مدرسك على مثل هذينيا ما حي ما حضر هنا سعد رادد دام فول اب تو سؤال اهيد الماء قران كرينين كوا ديال كوني عرب كلا كوا لغات ودي بيسو وها صدان وحين أبا هني ولا سبيشال كير سجارين أو تحدثن أو مرة كار واحد عن ما هو قصلان وبولن خلاص يعني هدارت عن في المغرة بحي سو قلدا اللحن يسيا كو قصليا وعن قص اللي هذا تلاوة لا قضية ها خلاص يعني أما ديال كون زال وورها بدونا أما وارك الوشة بدونا أما هذو عقاب معقول هو أن حتى كباحنا وخضر يا من غلط كان شراء وقال ضمي ها لوش نو ونو شراء الله ونور ناش كشراء معالم هنا هذا معلم ده كره بنطه يعني عنده ملو قدس بخش يا أبو أمور روح مكر في دوام بطه عم عارف سام ويا بخر ها أنا واحد ليك يا غي إن مرق قران كا لوش يا عادي شيء مركا ولكن هذا هو الشيء الذي يحتاج الى الصومال لكن هو الشيء الذي يحتاج الى الصومال 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 الذي ها لحن يعني معناه لبينين وكارك روح كده وش شغينا لكن وهي لا بضم بعض عشرينا لنا ها كسعة مركا
ilmaha noocaas waxay u baahan yihiin naxariis badan, la soo dhaweeyo si mar kastana cunuga maaha carab laa mise carab la'aanin qur-aanka inuu soo hadda bilaa qur-aan maahir ku noqdo ha ka sugin adigoo ingiriiska si aa boqorada uguma hadashin maaaa ka fakarta inuu qur-aan si khalil xusan u akhriyo sheekh ha gaaro heerkaas kusoo celsho 20 sano qur-aan 10 sano qur-aanka akhrinayo 2 sano qur-aan markaasaan dhahayna ha laakiin shalow bilaawyaa si khalil qur-aanka ma akhrisid taas waa cadaal darawe waa naxariis soo dhaweyn isdabcin ha waalidka laftooda ilmaha xaafadaha qaarkood maa wax karin oo luqad u dhibayso waalidiinta iyo walaalada qaarkood bulin ku sameeyaan oo wax ka sheegaan oo dad qaaday ma kartid cunug baa laidin kara qur-aan ma akhrin kara aniga waxli ma akhrin kartid isu jeeda war waa akhrin kartaa free qur-aanka ilaahay baa iskale darta carab law no problem ha inta taqaana akhrin kos ilaahay ku abuuray subxaana watacala wuu ogyahay tabartaada waxay dhibaataa malah marka naxariis hadana nimaano oo ilmaha xooggalo soconaya saa iswadaye midka tabarda daran oo soco kara aan wadno soo dhaweyso ataa soo fariisiso ha tirada iso dhowa adiga ha midaa ugu dhahay qaladka u saamaxda waa u saamaxayo hadee deela kuran yahay tabarta aan hala eg sagaara uu sheegaya horta ma uu sheegayo waxaan leeyahay adiga alxamdulillahi dhe ha ilaahay baa carabka kuu ficday wajeedaa ninkaana qur-aan walaal la dhacaya marka qaladka sa sax adigana midwalba gaarka ula hadlaysa ilmaha haday ama carab la yihin ama fahma daran yihiin inta waalid soo wado ma dhihi kara macalin horta macalin kana waa fiican kana waa xunyo kama karo waa dilitaan discrimination baa la khalad weye ma samayn kartid haddii cunugaagu fahma daran yahay hadduu carab la yahay haddii wax qalad jira dabcad xun yahay macalin gaar ugu sheeg macalin saas haysta dhahaa laakiin horti sidaa ka sheegta waa khalad ama darsi ku horsheegtay ama salaamka soo booqtay u ka horsheegtid no waxay ku tahay niyad jab hadduu wax taayari wa fahmaya wax laga sheegayo weligiisa ma hilmaamayo sidaa daraaddeed waxyaalaha anaga nal iskaa soo kornayo hadda waybaan ugu badnayn wadanka anagiiba ku badan tahay carabi iyo gafuura iyo ilay iyo sanay iyo gacmay iyo lugay qofka inta uu leeyahaa baa lagu tilmaamaya qur-aanku duda leeyahay magacyo waxaan isugu yeernay naras waxaan isugu bixinina naas xunta iyo magacyo xunka la isugu yeeray qur-aan waa mamnuucay sd xujaad akhriya macnaheed marka waxaas odhan ilaha loo tabad keena subxana watacaala ilmahana way tabar daran yihiin waa in loo naxariista waalidku naxariisto waaba ilmihii siiya yes waalidiin waxa jira adigoo ilmahoodiiya maanta bugta ku haya asagoo ilmihii siiya aan dhegaysanaynin asagoo ilmihii siiya aduu cawdo aan ka hoos qaadaynin macalinkaa soo dilaya wariya waa macalinkaa soo dilo ma dhihi kartid la cabatid oo soo dhaweyso tiraad tusid naxariis macalinka anaa kaala hadlaya macalinkatmada ma dili kartid waa qalad macalin ma mawa dilaba macalin haduu macalin may macalin wax ma dilo warkaa maaniga qoraanin macalinkaa soo dili muxuu dilaya waxbar baa loogu geeyey intaan isku imaan doono insha allah wabilahi tawfiiq wasalaamu llahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu wixii su-aalahana kusoo qora insha allahu emailkeyga ama telefoonkeyga insha allah whatsappkiisa waidinkaga jawaaba insha allahu wasalaamu llahu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh